العنوان النهاردة والمانشيت الكبير: العودة في الإمكان أمام نهضة بركان. ده العنوان النهاردة اللي هنتكلم عليه بعد لقاء النهاردة الزمالك أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب، والريمونتادا المهمة والريمونتادا الغالية لنادي الزمالك بعد تقدم نهضة بركان النهاردة بهدفين. لعيبة الزمالك النهاردة في الشوط الثاني رجالة، لعيبة الزمالك الشوط الثاني النهاردة قد المسؤولية. كل اللي كان بيتفرج على الشوط الأول قال لك خلاص ثقة كبيرة لفريق نهضة بركان، كسبان 2-0، انسى بقى الموضوع، يعني هيبقى فيه ثالث هيبقى فيه رابع. ولكن لعيبة نادي الزمالك نزلت الشوط الثاني أكون أم لا أكون، بطولة زملكاوية، في أحيانا كده بطولة تبان من عنوانها، ابتدى يطلع لها ملامح بعد مباراة النهاردة. أقدر أقول لحضراتكم إن إن شاء الله بإذن الله الكونفدرالية زملكاوية. لعيبة النهاردة الشوط الثاني ماسكين نفسهم بشكل كبير، كانوا قادرين إن هم يتعادلوا، كانوا قادرين النهاردة يطلعوا بنتيجة أفضل من كده، ولكن هي نتيجة جيدة جدا. 1-0 هنا الزمالك يكسب، والزمالك هنا ان شاء الله باذن الله محدش يخاف عليه، محدش يخاف على الزمالك في استاد القاهره بالساعه الكامله وسط جمهوره، جمهوره الكبير العظيم اللي امبارح شركه تذكرتي بتفتح التذاكر في ساعتين بيخلصوا. اقل من ساعتين التذاكر خلصت، جمهور نادي الزمالك امبارح اخذ المدرجات في ماتشه. خلاص الناس دي حجزت قبل ماتش الذهاب، الناس دي مش بتاعت تصريحات، الناس دي بتاعت مواقف، الناس دي بتاعت لقاءات، الناس دي مش بتاعت تصريحات، الناس دي بتاعت بطولات، الناس دي ما استنتش الماتش الاولاني يقول لك اشوف بقى الماتش الاولاني ده هيحصل فيه ايه؟ خسر الزمالك ارجع التذكره، طب اشتري، لا هو ملوش دعوه، هو بيشتري التذكره ورايح رايح، هو بيراهن على الفانيلا البيضة. والنهارده فرقة نادي الزمالك تستاهل التحية ومجلس إدارته والجهاز الفني، نتيجة النهارده رائعة، وطبعا مفيش حد يستاهل تحية أكبر من الصورة اللي أمام حضراتكم دي. يطلعوا كام بقى؟ يطلعوا 100، يطلعوا 200، يطلعوا 300، يطلعوا 150، يطلعوا زي ما يطلعوا. هم النهارده كانوا بيسدوا بالصلاة على النبي كده قدام الاستاد كله. جمهور نادي الزمالك في الصورة اللي كانت أمامنا حضراتكم دي هم شغالين قدام الاستاد كله، قدام الاستاد كله. أدي الشباب أهو، شباب زاحف ناحية ورا الفانيلا البيضة، اللي طالع من استاد برج العرب، واللي طالع من استاد القاهرة، واللي مضحي بست شهور من مرتبه، واللي الرحلة دي تحويشة عمره، واللي مطار برج العرب هو اللي الناس دي طلعت منه عشان تروح تشجع النادي اللي بتحبه. الناس دي هم نجوم الشباك، الناس دي هم اللي يستاهلوا التحية، الناس دي هم اللي يستاهلوا يطلعوا في الكاميرا، الناس دي اللي بتشقى بجد، الناس دي اللي بتتعب بجد، الناس دي اللي ورا نادي الزمالك في كل حتة وقادرين ان هم يصنعوا الفارق. رايحين في استاد النهاردة امام جمهور نهضة بركان، واكيد الامور كانت مختلفة في العدد، ولكن اسمع الصوت سمعني كده. جمهور عدى الخيال، فعلا هو جمهور عدى الخيال، جمهور صحف ورا فرقته وراهن ورا فرقته بمشوار النهارده بمئات الاميال، بمشوار النهارده رايح يجيب بطوله، رايح بطموحات واحلام بطوله، رايح وهو مش هيطلع في الكاميرا، رايح وهو مش موجود في الكادر، رايح وهو مزعل كل زملكاوي هنا بيبص على اللقطه كده يقول ايه يا ريتني رحت، يا ريتني رحت، كل ما قابل زملكاوي من امبارح يا ريتني كنت هناك، يا ريتني رحت. النهارده قدروا ان هم يصنعوا الفارق لجمهورهم، قدروا النهارده ان هم يعبروا عن نفسهم، قدروا النهارده ان هم يشجعوا بالتزام واحترام، قدروا ان هم النهارده يصنعوا الفارق. بصراحه يستاهلوا التحيه ويستاهلوا الاشاده ويستاهلوا كل مشهد كويس، ويستاهلوا تحيه اداره نادي الزمالك
ويستاهل الزمالك يكرم الناس دي، ويستاهل الزمالك يعرف ان هو ان شاء الله باذن الله اللي هيجيب البطوله دي غير مجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني عشان ندي كل واحد حقه. جمهور نادي الزمالك هو النجم رقم واحد بقاله فتره مع الفريق. النهارده لعيبه نادي الزمالك تستاهل الاشاده، تستاهل التحيه. لعيبه النهارده رجاله، باكد لحضراتكم على مسؤوليتي الشخصيه باذنك يا رب ان شاء الله باذن الله 90% الكونفدراليه زملكاويه. هدف هنا في وجود الجمهور الساعه الكامله لاستاد القاهره الامور تختلف. وكل الشكر للامن المصري، كل الشكر لوزاره الداخليه على الموافقه بسعه الاستاد كامله، كل الشكر والتحيه لشركه تذكرتي على طرح التذاكر مبكرا، كل الشكر على استاد القاهره وليد عبد الوهاب والاداء الرائع اللي عامله، والشركه الافريقيه في التنظيم الرائع ايضا. هنشوف اكيد مشهد هنا هيكون مشهد مختلف ان شاء الله باذن الله. الزمالك يحتفل هنا في استاد القاهره. طيب نروح على الهواء مباشره مع الزميل ابراهيم عمر مع لاعب نادي الزمالك محمد شحاته. ابراهيم اتفضل. من نجوم نادي الزمالك ونجم اللقاء ان لم يكن هو نجم اللقاء الاول محمد شحاته، برحب بك على شاشه تايم سبورتس. مباراه كبيره قوي ونتيجه مرضيه، يعني النهارده نتيجه مرضيه لنادي الزمالك، ممكن تكون نقول لا هي افضل خساره. والله الحمد لله يعني على النتيجه، ان شاء الله ربنا يعوضنا الماتش العوده باذن الله، وان شاء الله نقدر نفرح جمهور الزمالك باذن الله. محمد ايه اللي حصل بين الشوطين؟ انتوا نزلتوا الشوط الثاني فرقه ثانيه خالص، يعني انتوا كلاعيبه الدنيا اتغيرت خالص في الشوط الثاني، وتملكتوا من الماتش وتملكتوا زمام الامور وسيطرتوا على الماتش سيطره كامله. والله احنا اللعيبه والمدرب اتكلم معانا، وان احنا ما ينفعش نادي الزمالك نادي كبير ما ينفعش ان احنا يسجل فينا هدفين في الشوط الاولاني. فالحمد لله يعني النتيجه يعني مش مرضيه قوي ان احنا اصلا نخسر مباراه. يعني فرقه نهضبور كان فرقه محترمه، بس ان شاء الله ربنا يعوضنا في القاهره ان شاء الله باذن الله. رسالتك لجمهور نادي الزمالك قبل مباراه العوده؟ ان شاء الله البطوله نادي الزمالك باذن الله، وان شاء الله نقدر نفرح جمهور نادي الزمالك. كنا نود ان احنا نكسب هنا، انما الحمد لله كله خير، وان شاء الله المباراه القادمه في القاهره فريق الزمالك يؤدي مباراه افضل من اللي هنا. هم في الشوط الثاني كويسين، بس يمكن كانوا مخضوضين في اول المباراه، وعشان كده تسبب يعني الدفاع بتاعنا في هدفين، انما قدروا ان هم في الشوط الثاني يعملوا مباراه جيده الحمد لله. عايزينكم تملوا الاستاد وتشجعوا فريقكم بكل ما الحمد لله كل التذاكر اتباعت الحمد لله، بس يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى الامور كلها ميسره سواء لفريق الزمالك او لفريق المغرب.